بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome back to steps of chromogenic in situ hybridization. Let's wrap up what we have got until now. احنا اتكلمنا على definition of in situ hybridization. اتكلمنا على types of probes, labels of probes, وفكرة الفلوريسنت in situ والchromogenic in situ. خدنا requirements for in situ hybridization. خدنا الانيميز اللي ممكن بحاربها وانا شغال في الان situ hybridization. بحارب النيوكلييز. It could cause damage of the RNA or DNA or the probes. بحارب الماسكينج اوف نيوكليك اسيد، وده بحاربه بالبروتينيز كي اور بيبسين. بحارب النون سبيسيفيك سيكونسز باستعمال البري هايبريدايزيشن سوليوشن. بعد ما بستعمل الهايبريدايزيشن سوليوشن بحارب الان باوندد بروب بالووش. اتكلمنا على الكنترول وبدانا الستبس اوف كروموجينيك ان سايتو هايبريدايزيشن اللي بتتم على يومين، وبعد كده هنتكلم على الفلوريسنت ان سايتو هايبريدايزيشن، وحنختم ب some applications for fluorescent in situ و comparison between in situ and immunohistochemistry. طيب خلينا نبتدي كده. In day one بنعمل ايه؟ بنعمل deparaffinization of the tissues in dialing، وبعدين ببتدي كده بالrehydration. بس خلي بالكم ان احنا ما بنوصلش للdistilled water بقى. يعني هنا انا ما بوصلش للdistilled water. ببدي الاول 100 percent alcohol او absolute alcohol، وبعدين 95% alcohol for 2 minutes. Digest different enzymes by proteinase K. Digest different enzymes by proteinase K. دي الخطوة بتاعت ال nucleic acid retrieval. بعدين add pre-hybridization solution for 1 hour. Right. وده عشان النون سبيسيفيك سيكونس. Then we apply the hybridization fluid اللي هو containing the probe. Cover the slide by cover slips. ونخلي بالنا ان البروب is filled with ديجوكسيجينين. ديجوكسيجينين اللي هو ماسك في الديوكسي يوراسيل ترايفوسفيت. طيب بعد after application of a hybridization fluid ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا to initiate، I have to initiate the hybridization by denaturing slides for 5 to 10 minutes in 92 to 100 degree Celsius. الخطوة دي مهمة جدا جدا، ان انا ببتدي افتح strands of DNA. ازاي؟ بان انا برفع درجة الحرارة، بس بخلي بالي ان انا ما بعديش ال 100 ديجري سيليس. الاجيتيشن اوف ذا سلايدز بتساعد في الهايبريدايزيشن. طيب وبعدين؟ الكلام ده بيتم لمدة من 5 ل 10 دقايق. بعد كده ببتدي انزل درجة الحرارة ل 37 ديجري سيليس، واحطها في الانكيوبيتور لمدة يوم. ده الفترة اللي هيحصل فيها الهايبريدايزيشن. ان احنا قلنا الديناتوريشن بيتم، وبعدين during cooling down during incubation period في درجة حرارة 37 يبتدي الهايبريدايزيشن يحصل، اللي هو البايندينج between the probe and the target sequence. نروح بقى لـ day 2. بعد ما بيعدي اليوم الاولاني ببتدي افتح السلايد just to remove the cover slip والسيمن proper. واعمل ايه بقى المرحله ديت؟ انا هعمل ووش، بس هعمل ووش باستعمال ايه؟ I will apply saline sodium citrate، وده من اشهر الحاجات واشهر البفرز اللي بتستعمل في الان سايتو هايبريدايزيشن. ما يتنسيش saline sodium citrate بيستعمل لانه ده بيأدجست البي اتش وبيعمل ووش للانباوند برو. الخطوه اللي بعد كده او الخطوات اللي بعد كده
ببتدي بقى ان انا I am going to apply primary antibody against ديجوكسيجينين، وبعد كده هيجي الديتكشن سبستريت، وبالتالي قبل الخطوتين دولت لازم افتكر اعمل بلوكينج ستيب اكوردنج تو ذا انزيم سيستم اي ويل. يعني لو هستعمل البيروكسيديز اعمل بلوكينج بالهيدروجين بيروكسيد. فخطوه البلوكينج ديت بتتعمل هنا بقى افتر ووشنج ذا امباوند انتيبودي. Then I will apply the primary antibody against digoxygenin لمدة ساعة, and then the detection substrate. لو أنا مثلا بستعمل البيروكسيديز, الديتكشن substrate بتاعي هيبقى الديامين بنزيدين, وده لمدة نص ساعة, وبعدين the buffer, وفاينالي عادي خالص counter stain غالبا بستعمل هيموتوكسلين, dehydrate, mount, and cover, و it is ready for examination. وخلي بالي إن الكروموجينيك إن سايتو هايبريدايزيشن بتعيش فترة طويلة, ودي very very important. من ضمن الحاجات اللي براعيها قوي قوي ان كل الماتيريالز اللي بستعملها سواء هنا في الكروموجينيك انسايتو هايبريدايزيشن او فلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن الاوتوميشن. الاوتوميشن مش هقول عليه كلام كتير, بس انا احنا بنعمل الاوتوميشن كل شغلنا بيبقى اوتوميتد وانسترومنت بيز, لانه الماتيريالز والكيميكالز اللي بستعملها كلها توكسيك اند كارسينوجين. مثلا الدبك اللي هو داي ايسايل بايرو كربونات ده كارسينوجينيك, فبالتالي مش محبذ ان انا المسه بايدي او يجي على الجلد. فبالتالي معظم الحاجات بتبقى اوتوميتد, عندنا الفول اوتوميتد فروم اي تو زي كلها اوتوميتد, او مينلي اوتوميتد ان انا بس اعمل دي بارافينايزيشن اند دايجيشن بالبروتينيز كي, واكمل برضو في الاوتوماتيد ستين. This is an example of chromogenic in situ hybridization, here against the Epstein-Barr virus, here against cytomegalo virus, here against the kappa particle or kappa chain of immunoglobulins, وهنا lambda chain of immuno globulins. ودي طبعا خلي بالكم الاثنين دول غالبا ليمفوما, ونشوف اهميه الانسايتو هايبريدايزيشن فور جريدنج اند دايجنوزيس اوف ليمفوما. ناو وي فينيش ذا كروموجينيك انسايتو, هنروح للفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن. برضه هنتكلم وهنمشي في نفس الطريقه, ونخلي بالنا بس انه يمكن الجزئيتين الاخرانيتين دول مش هتكلم فيهم, هتكلم بس وهقف عند الكلينيكال ابلكيشن الخاص بالفلوريسنت انسايتو, وهقارن ما بين الانسايتو بصفه عامه مع الاميونوستوكس. نروح كده للانترودكشن. One of the most important methods for diagnosis of genetic disorders اللي فيها الفلوريسنت انسايتو, ساعات بيسموه كمان موليكولار سايتوجينيك, لانه الفلوريسنت انسايتو حقيقه حقق نجاحات كبيره جدا جدا في مجال الريسيرش, في مجال الكلينيكال دايجنوزيس, خاصه الجينيتك ديزيزز والكروموزومال ابنورماليتي زي ما هنشوف, وسم اكواير ديسوردر. هنفتكر الكلام ده واحنا بنتكلم في الابلكيشن بعد كده, ان هو مين دي كروموزومال ابلكيشن. الايديا اوف فلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن, يمكن احنا قلناها ان احنا بنعمل ديناتوريشن للدي ان اي, بيبقى سنجل ستراندد, بعدين بروح جايب البروب بتاعي, يعني السنجل ستراندد دي ان اي هايبريدايز او يونيتد بايند تو سبيسيفيك دي ان اي بروب سيكونس, والسبيسيفيك بروب ده هيبقى ليبل باي فلوريسنس, وهستعمل له فلوريسنت مايكروسكوب فور فيجواليزيشن. ونخلي بالنا ان كل ده احنا يمكن قلناه سلايدز قبل كده وشرحناه, لكن اهم حاجه هنا هو وانا بدور على ايه, اوبزرفيشن اوف جين اوف سيجنالز, ان الجين موجود او السيكونس موجود او لوس اوف سيجنالز, يعني السيكونس او الجين او الكروموزوم مش موجود, او بوزيشننج اوف سيجنالز, ساعات بيبقى فيه deletion, translocation, يعني الكروموزوم أو الجين ساب المكان بتاعه
وراح مكان تاني، او ده اللي بيحصل في حالات الترانسلوكيشن، وبرده دي اللي هي البوزيشن اوف ذا سيجنالز مهم. كمان فيوجن اوف سيجنالز، فيوجن اوف سيجنالز ان ساعات بيحصل دوبليكيشن، بص الاقي السيجنال نفسها متكرره 3 4 مرات جنب بعض، وده بنسميه دوبليكيشن اوف ذا سيكونس. فدي مهمه قوي قوي ان انت بتلاحظ السيكونس، مش مجرد انها بوزيتيف نيجاتيف، لا يعني البوزيتيف نيجاتيف دي يمكن بتبقى اكتر مع الكروموجينيك، انما الفيش تكنيك لان ممكن استعمل اكتر من انتي بودي، لاني عندي اكتر من لون زي ما هشوف، فبالتالي هنا الكشف هيبقى على اكتر من جين، اكتر من سيكونس، فممكن يبقى موجود، ممكن يبقى مش موجود، ممكن يبقى مكانه متغير، ممكن يبقى متكرر في حالات الابلكيشن. فنخلي بالنا قوي قوي في الايديا والاناليسيس. نيجي للي انا كنت بقول لك عليه، الكالرز. الكالرز هنا الكوميرشيالي available probes are usually directly labeled، يعني دايما البروبس بيبقى عليها الفلوروسين او الرودامين مباشره، ما بجيبش انتي بودي، خد بالك. طيب لونها ايه بقى؟ عندك مثلا الفلوروسين ده بيبقى لونه اخضر، الرودامين ده بيبقى لونه احمر، في تكساس ريد بيبقى لونه احمر. طبعا ده الابزوربشن ماكسيمم والاميشن ماكسيمم، ده الاطوال او الميكروسكوب، بظبط الميكروسكوب على ايه او الويف لينس بتاعهم قد ايه. في كمان الاي فايكوريثرين، الار فايكوريثرين ده برضو بيبان يا اما اورنجي او بريد. فانا عندي اكتر من لون، وبالتالي اقدر اشوف وافحص اكتر من سيكونس، جين سيكونس زي ما حشو. التيشو بريباريشن، عندي هنا عندي الميتافيز سبريدز اللي فيها بتبقى الكروموزومز واخده شكل الميتافيز، اللي هو الكروموزومز تبقى محدده، كروموزوم 1 كروموزوم 2 كروموزوم، هي اللي الميتافيز سبريدز ديورينج سيل ديفيجن. ودي ممكن اجيبها من الانيو سينتيزيس، من الكريونيك فيلاي، من الليمفوسايتس، من البون مارو اسبريتس، او من حتى السوليد تيوب. الانترفيز او النون ديفايدنج سيلز برضو بلاقي الانترفيز نيوكلياي، سواء كان انكلتشر انيوسايتس، ودي فور رابيد برينيتال دايجنوزيس، عندي البريفرال بلاد سميرز، عندي النيوبورن بلاد اناليسيس، عندي البون مارو اسبريتس، كل دي بتبقى انترفيز نيوكلياي. كمان اقدر استعمله في البارافين، على فكره البارافين بلوك اقدر استعمله، وفي التاتش بريباريشن فروم ليمف نودز اور سوليد تيوب. تعالوا نشوف كده requirements and solution للفيش. حقيقة هي قريبة جدا جدا للكروموزينيك انسايتو، أو بصفة عامة يمكن هنا أنا بحب الايجد سلايدز، يعني الايجد سلايدز بحبها جدا جدا لأنها بتديني good signals. ليه؟ قال لك لأن ملاحظوا إنه الايجد سلايدز very hard، وبتهاردن ده دي إن إيه، وبتريموف الووتر، بتنجريزي السيجنال انتنسيتي. فدي نقطة مهمة قوي قوي as regard preparation and solution. كمان يمكن كنت نوهت على أهمية الصوديوم أو السلاين صوديوم ستريت SSC، لأنه بيأجست البي اتش، وكمان هنلاقيه داخل في أكتر من حاجة في الفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن. طبعا بستعمل إيثانول سيريس فور ديهايدريشن. هنا هتلاحظوا ان الديناتوريشن سوليوشن هو الفورماميد، بحط معاه سلاين صوديوم ستريت. البوست ووش سوليوشن كمان بيبقى سلاين صوديوم ستريت مع ام بي 40، وده علشان ادجستمنت اوف ذا بي اتش. الكاونتر ستين اوف ذا ريست اوف كروموزومز هنا ذات هاف نوت ستين، الحقيقه ما بقدرش استعمل هيماتوكسلين لانه في حالات الميتافيز نيوكلياي ما اقدرش استعمل هيماتوكسلين، انا بستعمل هيماتوكسلين في حالات الكروموجينيك. فطبعا في حالات الفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن الميتافيز نيوكلياي او الانترفيز نيوكلياي بستعمل لهم حاجه اسمها دابي او داي اميدينو فينايل اندول، وده اللي بيدي البلو كالوريشن، بيديني بلو كالوريشن عشان اقدر اشوف الجرين فلوريسنس والريد فلوريسنس واليلو فلوريسنس اوف ذا بروب. خلي بالنا برضو ان الدابي هو كارسينوجينيك، وبالتالي الفلوريسنت سايتو هايبريدايزيشن should be automated totally.
steps ببتدي ب dehydration of the slides in cold ethanol series 70-85 وبعدين absolute بوصل ان هو dehydrated كل واحدة فيهم دقيقتين بعد كده بسيب slides to dry وبخزنها in cover slide box until to be ready يعني ممكن اسيبها كده لغاية ما اجهز باقي ابتدي denaturation بتاعي denaturation of the slides for exactly 2 minutes in pre-warm denaturation solution تعرفين ال denaturation solution اللي هو كنت بتكلم عليه اللي هو formed of formamide اهي formamide in saline sodium citrate كويس وبسيبه لمدة دقيقتين على درجة حرارة 73 degree celsius و then I will warm the slides to 37 degrees celsius where I will apply the hybridization solution اللي هو probe mix to target area and cover the slide with glass cover slip اسيبها قد ايه هناك كنت بسيبها لمدة يوم لا هنا انا بسيبها overnight initiate hybridization by incubation the slides at 37 degree overnight in humidified chamber يبقى اذا انا هنا بحط الديناتوريشن سوليوشن اللي هو بيفصل الدي ان اي وبعدين بجيب الهايبريدايزيشن فلويد واسيبه لي في درجه حراره 37 اوفر نايت ده بيعمل ان هايبريدايزيشن بتوين ذا بروب اند تارجت سيكونس اليوم الثاني على طول ببتدي just to remove the cover slip and rubber cement اللي انا كنت حاطه على السلايد وابتدي to apply الدابي اللي هو الديامين بنسيدين داي اميدينو اهو داي اميدينو فينايل اندول بحط منه 2 مايكرو لتر to counter stain the slides and cover with appropriate sized cover slip. الفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن زي ما انتم شايفين كده سيمبل عن الكروموجينيك انسايتو هايبريدايزيشن لكن مشكلته ان هو بيديسابير رابيدلي وبالتالي لما بنعمله بناخد منه فيلم او بنلقط لقطات باستمرار عشان نخزنها لانه بعد شويه بتختفي الريدوس. الكلينيكال ابلكيشن سبيسيفيك فور فلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن تركيزه اكثر واكثر على الكروموزومال ديزيز زي مثلا الانيوبلويدي زي ترايزومي 21 ترايزومي 18 ترايزومي 13 ديليشن اوف كروموزومز دوبليكيشن اوف كروموزومز هيماتولوجيكال كروموزومال ابريجنز كلها كروموزومال ساعات بنستعمله بس في البروجنوزس اوف سوليد تيومر زي النيوروبلاستوما والبلادر كانسر والبريست كانسر لكن هو في الاخير او في البدايه والنهايه هو كروموزومال ابنورماليتيز بيبقى سوتابل ليها جدا هوريكم هنا ابلكيشن للانسايتو الفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن هنا دي حاله بندور بيها على السنارب ان برو ودي في حالات البرادر ويلي ان انجلمان سيندروم هتلاحظوا هنا هو انه في النورمال هنا كده لو بتعدوا هتلاحظوا وجود ادي واحد اخضر اثنين ثلاثه فاللي موجود هنا عندك اللي باللون الاحمر اللي هو باللون الاحمر هتلاقي واحد اثنين ثلاثه اربعه دي طبعا ميتافيز نيوكلياي ليه ميتافيز لان انا عندي الكروموزومز اهي لو بصيت على الكروموزومز هتلاقي الديفرنت كروموزومز واحنا بنستعمل هنا هو السنرب ان برو وده بيدور في كروموزوم رقم 15 الكيو ار على الباند ده كويس طيب نشوف كده الليبلز بتاعنا عندي الليبلز اللي باللون الاورنج اللي هو باللون الاحمر دوت هو ده بتاع السنارب ان
طب الليبلز اللي باللون الاخضر ده ايه؟ قال لك ده بيبقى لوكالايزر، لوكالايزر جاست ان هو بيحدد لي ان الكروموزوم دوت رقم 15. فانا خلاص كده ده الكروموزوم رقم 15 عرفته باللون الاخضر. طب خليني اعد كده، نعد مع بعض البروبس اللي ديتكتنج السنارب ان، ادي 1 2 3 4 so it is normal. يبقى السلايد او الفيش تكنيك اللي ابلايد على السلايد رقم A دي نورمال 4 اهو. طب تعالوا نشوف كده في B لما نعد النمبر اوف سنارب ان سيكونسز اللي هي ديتكتد بالكروموزوم اللي هو سبيكترم اورنج اللي هو بيبان باللون البينك او ريد دوت. ادي 1 2 3 الله، دول بقى مش 4 دول 3، معنى كده ان في كروموزوم رقم 15 هنا حصل ديليشن of one of the genetic sequence الخاص بالسنرب ان. deletion of one of snrb ان at chromosome number 15، يمكن حتى ال determination of كروموزوم رقم 15 عشان اعرف بالكروموزوم رقم 15، انا عشان كده بستعمل الجرين، خط الجرين ده هنا، يبقى كده دي سندروم برادر ويلي اور انجل مان سندروم، لان عندي اونلي وان سنرب ان على الكروموزوم. عندي كمان فلوريسنت انسايت هايبريدايزيشن لحاله بلادر كانسر، كانسر بلادر. لما تشوف كده في النورمال ده، طبعا دي سامبل متاخده من اليورين من انترفيز نيوكليس، عشان كده شايفين الدابي هنا سابغ الكروماتين باللون الازرق، لكن هنلاحظ ان هو ان الكروموزومز كل واحده من دولت بتمثل كروموزوم. يعني هنلاحظ مثلا كروموزوم رقم 3 واخد اللون الاحمر، كروموزوم رقم 7 واخد اللون الاخضر، كروموزوم رقم 17 ده واخد اللون النايل بلو ده اللي هو اللبني، وكروموزوم رقم 9 واخد اللون الاصفر اللي هو بيسموه جولد هنا في الفلوريسنت مايكروسكوب. طيب لما عديناهم هنا هو طلعوا نورمال، ان تو سيجنالز فروم اتش كروموزوم. طب تعالوا نشوف الحاله دي، الحاله دي متاخده من عيان، العيان دوت عنده بلادر كانسر. بصوا كده هتلاحظوا انه النمبر اوف كروموزومز تضاعف، مش 2 كروموزوم 3، لا ده في اكتر من 2. بالنسبه للكروموزوم رقم 7 اللي هو باللون الاخضر، لا في اكتر من كروموزوم رقم 7. بالنسبة للكروموزوم رقم 17، يمكن الكروموزوم رقم 17 كمان كتير. كروموزوم رقم 9 يمكن الوحيد كروموزوم رقم 9، يعني قليل إلى حد ما. فدي تعتبر amplification زي ما بيقولوا كده، extra copies of chromosomes 3 و 7 و 17 ده indicating the recurrence of the bladder cancer. شفتوا ازاي بنقرأ بقى الفلوريسنت انسايتو هايبريدايزيشن؟ في الاخر بختم بالادفانتج اوف انسايتو هايبريدايزيشن اوفر ان اميونو هيستوكيمستري، انسايتو اوفر اميونو هيستوكيمستري. الانسايتو مور سبيسيفيك زان اميونو هيستوكيمستري. الانسايتو كمان الدي ان ايه والماسنجر ار ان ايه مور ستيبل انفورمالي فيكست زان انتج. كمان البروب تارجت هايبريد، يعني البايند بتوين بروب اند تارجت سيكونس از سترونجر ذان انتي بودي بايند تو انتيجين. يعني البروب تارجت اقوى في الانسايتو هايبريدايزيشن عن الاميونو هيستوكيمستري. الاميونو هيستوكيمستري دي طبعا طريقه فور ديتكشن اوف abnormal protein، لكن انا دلوقتي عندي alternative method for detection of genes of sequence واقدر اشخص بيها. كمان it provide diagnosis at the molecular level، يعني انا بعرف الجينيتك abnormalities، ودي حديثا يقدروا بعد كده to apply التريتمنت the suitable treatment according to the molecular sequence detected by in situ hybridization. اخيرا طبعا بشكركم جدا جدا، I hope it was helpful for all of you. I hope it was beneficial for all of you.
Thank you.